بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا اليوم في الستيل بيمز، ورا ما خلصنا المحاضرات المتعلقة بتصاميم الأعمدة، المحاضرات الجاية إن شاء الله نتكلم على تصاميم العتبات اللي هي ستيل بيمز. طبعا الستيل سواء كانت ستاندر سكشن أو بيلت أب سكشن. حضرتنا اليوم راح تتناول مقدمة بسيطة عن البيمز وأنواعها. طبعا البيمز كممبر يعرف بأنه ممبر يتعرض إلى أحمال عمودية أو عرضية بالنسبة للمحور support transfer load. support transfer load كلام سابق إن قلنا بأنه ماكو بيمز 100% يتحمل هيك أحمال، ولا عمود 100% تحميل عنه مركزي. الحالة العامة اللي نذكر بها هي بيم كولوم. بيم كولوم، فإذا كان المنبر مقدار الأحمال اللي هي عرضية هي الشائعة هي المسيطرة بالتحميل، نعرف المنبر كبيم، والعكس إذا كانت الأحمال المحورية هي مسيطرة نعرفها ك كولوم. طبعا هنا الأكيد في حالة البيمز تكون الأحمال المحورية قليلة لا درجة يمكن إهمالها. طبعا البيم بصورة عامة تتغير أو تتفاوت حسب نوع الفضاءات حسب نوع التحميل، وبالنسبة لهذا التفاوت أيضا التسميات راح تتغير، والأصل يبقى بأنه منبر يتعرض إلى أحمال عرضية بالنسبة إلى محور الجيومتري الخاص بالسكشن. فلاحظ هنا في حالة كون البيمز يتحمل أحمال نسبيا عالية فضاءات كبيرة يسند فريم معين، تسمية راح تكون جيردر، تسمية راح تكون جيردر. في حالة البيمز مجموعة spaced support floors or roof تسمية راح تكون joist، فإذا كان عدد معين وتوزع مسافات معينة ويسند سقف أو سطح فالتسمية راح تكون joist. في حالة تكون جزء من bridge يسند الفلور أو deck راح تكون تسمية سترنجر، وهكذا تسميات تتنوع وتتغير بتغير الفضاء والأحمال اللي مسؤول عن نقلها المنبر المعني. عندنا سترنجر في حالة الستير اللي يكون ساند للستيبس، عندنا اللنتل اللي هو معروف بالنسبة لنا فوق الفتحات سواء كان الشبابيك أو أبواب في البناء الماسونري وورك، عندنا الكيرت اللي هو يسند الاكسترنال كلادنج تغليف معين وبالعادة يسند أحمال قليلة ويتعرض إلى lateral wind load. السبانترال بيم اللي يسند external wall في البنايات أو ممكن يكون جزء من الفلور لود. الصور لاحظ هنا تبين تفاصيل أنواع مختلفة. عندنا الجيردر كنا نسبيا كبير يسند أحمال عالية فضاءات أوسع راح يسند مجموعة من البيمز. لاحظ البيمز هنا تنقل الأحمال للجيردر كحمل مركز من نريد نتعامل معه. عندنا الجويس اللي ممكن يكون open web واللي كنا يتوزع مسافات معينة ويسند roof أو floor. عندنا سترينكر اللي كنا ممكن يكون جزء من الستير. عندنا الكيرت اللي هو يسند الكلادينج تغليف ويتعرض إلى أحمال ويند لود أحمال عرضية. عندنا سترينكر اللي هو راح يكون جزء من التيك الخاص بالبريدج، بالإضافة لللنتين اللي هو يكون جزء من الماسونري وورك يحمل أحمال جاية من الماسونري فوق الفتحات. المقاطع اللي نتعامل معها بالعادة مقاطع تكون
السنتر اللي هو ترولت اللي من ضمنها الاي شيب سكشن، او ممكن تكون بيلت اب سكشن اللي هي ولتد شيب اللي هو نحتاجه في حاله الفضاءات العاليه ماكو مقطع معين يمكن ان يتحمل الاحمال في حالة فضاءات عالية، بالتالي نحتاج إلى مقطع كبير نسبياً ما متوفر في المنوال، وبالتالي نلجأ إلى تصنيع هذا المقطع، واتفقنا على تسميته بالبيلت أب سكشن واللي هو الجيردر أو بليت جيردر. المقاطع الشائعة اللي هي الـ W، الـ S شيب، الـ M شيب إلى آخره، المقاطع اللي راح تكون دبل سيمتري اللي هي ما قلت الـ W الـ M الـ S شيب. هذه المقاطع نتكلم عنها هنا، أهم هاي المقاطع وأكثرها شيوعاً اللي هو الـ W section. W section طبعاً الـ W section أثبت جدارته بكونه أخف مقطع يتحمل أحمال معينة أكثر من الـ S شيب أو الـ I section. فوق استخدامات الـ I section ما راح نستغنى عنها. استخدامات الاي سكشن ممكن راح نحتاجه في حالة عندنا نارو فلانج، نارو فلانج ويت يعني المساحة المتاحة بالنسبة لنا ضيقة بحيث الـ W راح يكون ما ملائم المكانات معينة، أو في حالة يكون الكنترول لود هو الشير فورس مثل ما الكرين ريل، وبالتالي راح نحتاج سمك للفلانج يتحمل الأحمال اللي يريد نصمم لها. الخلاصة بأنه الـ W section أفضل أنواع البيمز، بنفس الوقت الـ S shape أو الـ I section ما نقدر نستغنى عنها لأن أكو تطبيقات معينة ما نقدر نستخدم الـ W section، نستخدم الـ S أو الـ I shape. الـ channel ممكن نستخدمها كـ channel أو double channel في وخاصة في تحمل الأحمال light weight. طبعا تطبيقات الشانل بالبير لاين اللي هو تكون جزء من المسنمات الجملونات تسقيفة، وبالعادة تكون الأحمال قليلة. عندنا ممكن نستخدم البليت كفر سكشن، طبعا مرة تعلينا باللعمة بليت كفر سكشن اللي هو بليت بالإضافة للمقطع الستنتر. هاي البيت راح تعزز مقاومة المقطع للبينتينج مومنت، للبينتينج مومنت، وبالتالي في حالة البينتينج مومنت معين والمقطع السنتر ما راح ساتسفاي للأحمال المسلطة، ممكن يعزز بيش كفر بليت، ممكن للأعلى وللأسفل. عدت الكومبوزيت بيم، الكومبوزيت بيم اللي قلنا راح يتكون من I section مثلا على سبيل المثال، أو W section، أو أي مقطع معين من الحديد مع جزء او فلنج منير من الخرسانة. الربط بيناتين السدات نسميه شير كونكتر، شير كونكتر بحكم الحمل المسيطر والمؤثر. هاي الكونكتر هو الشير فورس، هوريزونتال شير فورس. طبعا اضافة الديك هنا او السلاب راح يعزز مقاومة المقطع المن للبيندينج، للبيندينج شائع هذا المقطع بالجسور. عندنا الشيت بليت اللي هو ممكن من الكولت فورم ستيل، الحديد المصنع بالطريقة الباردة، ممكن أن يشكل بنمط معين. هذا النمط يؤدي إلى زيادة مقدار الآي للمقطع. هنا المقاطع هنا كم مقاومة ممكن أن نزودها أو جساعة زيادة الآي المومنت اوف انرشي، مومنت اوف انرشي نفس المادة. نلاحظ توزعت المادة بمسافة بعيدة عن النيوترال اكسس او سنتر، وبالتالي قيمة الاي اللي مرتبط بالستيفنس راح يزداد بدون ما غيرت المادة. هاي الصفائح اللي هي ممكن ان نستخدمها بعمليات التسقيف للاحمال القليلة جدا، احمال فري لايت لود اللي عندنا ممكن نستخدمها ايضا بالجملونات او المسنمات. عندنا البليت انت البوكس كيرتر اللي هي قلنا في حالة احمال عالية، فضاءات كبيرة، مقاطع الستنتر ما راح تلبي الحاجة، وبالتالي نصنع مقاطع
نشغلها كبيمز. ببساطة الفرق بين البليد جيردر والبوكس جيردر، البليد جيردر يحوي على سنجل ويب، البوكس جيردر راح يكون دبل ويب. البوكس جيردر استخدامه في حالة وجود تورشن فورس. بصورة عامة البليد أو البوكس جيردر ممكن أن نستخدم بمادة واحدة سنجل جريد أوف ستيل، أو نستخدم هايبرد اللي ممكن نستخدم نوعين من الستيل، ممكن للفلنجة نوع وللويب نوع ثاني. كل نوع طبعا هنا الكلام عن قيمة الاف واي تختلف طبعا، والاستخدام الهايبرد اكيد اذا كان اكو جدوى اقتصادية ما استخدم المادة اللي غالية اكسبنسيف اللي تعطيني اف واي عالي كل المقطع، لان عندي اجزاء من المقطع ما راح توصل للمقاومة التصميمية بنفس الوقت مع المكان اللي تكون بوجود البيت هو المسيطر، توصل الأحمال للحد الأقصى في ذلك المكان. الاعتبارات الخاصة بتصميم البيم طبعا ما راح تختلف، الكلام عن البيم معناه كلام عن البيندينج ستراس، الكلام عن البيم معناه كلام عن البيندينج ستراس. أي مقطع أنا أفكر أن أستخدمه أكيد أعرف مقاومة الاف واي اللي الجهادات، جهادات الشيد، جهادات الانضغاط اللي بحالة الستيل تكون مفروضها مساوية للانضغاط. طبعا هنا تدخل اعتبارات اللوكال بوكلينج بحكم الستيل هو الثين وول بالعادة، راح اكيد ما يوصل للقيمة القصوى في حالة الانضغاط، وبالتالي يحصل فشل غير متوقع من جراء البوكلينج اللي نسميه لوكال بوكلينج. هذا البوكلينج بالعادة يكون مصاحب طبعا للشير ستراس منطقة الويب، للشير ستراس منطقة الويب. عندنا بالإضافة للموت فيلر الظاهرة اللاترال تورشنال بوكلينج والويب كريبلينج، أيضا هو لوكال بوكلينج بالعادة يصير تحت نقاط التحميل. بالإضافة للموت فيلر لازم أعمل تشيك الملل ديفليكشن. آلية التصميم ما راح تختلف، أكيد عندنا مومنت أو قيمة تصميمية أسعى أن أوفر مادة بمقاومة معينة اللي هي النومينال، أضربها في الفاي اعتبارات السيفتي، وبالتالي الفاي أم نومينال دائما أكبر أو تساوي أم ألتيميت. في حالة البيندينج أيضا دائما قيمة الفاي هي 0.9 نهاية.